السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. نكمل قصة مقتل الحسين، واليوم راح نتكلم عن مشهد خروجه من مكة إلى أهل الكوفة. تابعونا. كثير منكم يسأل ليش الحسين بن علي اتخذ هذا الموقف وأصر على الخروج إلى أهل الكوفة مع وجود معارضة واسعة من الصحابة. راح تسمعون الجواب. السبب الرئيسي أن الحسين ما بايع يزيد لأنه يعتقد أن بيعته تمت بطريقة على غير منهاج النبوة وهدي الخلفاء الراشدين. كان الحسين يعلم أن يزيد ما راح يتركه وراح يصر على أنه يبايعه حتى لو اضطر أنه يقاتله في مكة، فآثر الحسين الخروج من مكة. خلال الفترة هذه كان أهل الكوفة يكاتبونه ويراسلونه ويقولون له أنه ما بايعنا أحد وأنه بانتظارك لمبايعتك. اللي خلاه يصدقهم ويثق فيهم أنه أرسل لهم مسلم بن عقيل وبايع 18,000 واحد منهم، وأرسل له مسلم رسالة أن أهل الكوفة معك. الحسين بن علي ما خرج لقتال ولا لفتنة كما يتوهم البعض، وإنما خرج ليمنع نفسه من يزيد وإلزامه بمبايعته. الحين عرفنا ليش الحسين بن علي اتخذ قرار الخروج إلى أهل الكوفة، وراح أبين لكم الآن شنو موقف الصحابة رضي الله عنهم من هذا القرار. ولا واحد من الصحابة اللي كانوا في مكة كان راضي على القرار اللي اتخذه الحسين، وكلهم انصحوه نصيحة مشفق وحذروه. راح أذكر لكم موقف كل واحد من الصحابة اللي كانوا في مكة من قرار الحسين وشنو كانت نصايحهم له، لكن باللغة العربية، تحملوني. أول الناصحين له كان ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كبير بني هاشم مكته وعالم المسلمين في عصره، وأصر عليه أن ما يخرج. قال له: إنما دعوك للفتنة والقتال، ولا آمنوا عليك أن يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك فيكون الذين دعوك أشد الناس عليك. دخل عليه مرة ثانية وقال له: والله لولا أن يزري بي وبك لشبثت بيدي في رأسك فلم أتركك تذهب. دخل عليه مرة ثالثة وقال: إني أتصبر فلا أصبر، وإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، وإن أهل العراق قوم غدر فلا تقتر بهم. نصائح مؤثرة ومعبرة من ابن عباس للحسين، ويعلم الحسين أن ابن عباس محب وناصح ومشفق، لكن أصر على رأيه. لما شاف ابن عباس أن الحسين مصر على رأيه وعازم على المسير إلى أهل الكوفة، طرح عليه بعض الحلول والبدائل والمقترحات. اسمعوها. المقترح الأول قال له: اجلس اقعد في مكة وخل أهل العراق أنفسهم ينفون عدوهم، إذا نفوه واكتبوا لك في هذا اذهب إليهم. المقترح هذا مو ماشي، لأن الحسين يعلم أن يزيد ما راح يتركه إذا كان في مكة، راح يجيه ويلزمه بالبيعة ويمكن يقاتله. خلنا نشوف المقترح الثاني. المقترح الثاني قال له: روح لليمن، اليمن فيها حصون وشعاب تحمي نفسك فيها، وأبوك علي له فيها أنصار، وهناك كاتب الناس وابعث دعاتك. هذا المقترح أيضا كان مرفوض من قبل الحسين، شاف أن المكان بعيد وأهل الكوفة 18,000 واحد من أهل الكوفة بايعوه، ليش يخليهم؟ لما شاف ابن عباس أن الحسين مصر على رأيه وما أخذ بأي واحد من مقترحاته، هني طلب منه طلب أخير برجاء حار. قال: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، فإني والله لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وبنوه ينظرون إليه. انصحه أخوه محمد بن الحنفية وقال: إني أخاف أن تكون لأول الأسنة، فإذا خير هذه الأمة نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. وقال عبد الله بن مطيع: فداك أبي وأمي، متعنا بنفسك ولا تسر إلى أهل العراق، فوالله لئن قتلك هؤلاء ليتخذنا خولا وعبيدا. وقال أبو سعيد الخدري: يا أبا عبد الله لا تذهب إليهم، فإني سمعت أباك بالكوفة يقول: والله لقد مللتهم وأبقضتهم وملوني وأبقضوني، وما بلوت منهم وفاء قط، ومن فاز منهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم ثبات ولا عزم على أمر ولا صبر على السيف. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: عجل الحسين قدره، والله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني. ونصحه أيضا عبد الله بن الزبير بعدم الخروج، وقال له: يا أبا عبد الله، أتذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ وكتبت له عمرو بنت عبد الرحمن تعظم ما يريد أن يصنع وتأمره بلزوم الجماعة وتخبره بأنه إنما يساق إلى مصرعه. ونصحه أيضا عبد الله بن عمر وحثه على عدم المسير فأبى، فاعتنقه وقال: أستودعك الله من قتيل. ونصحه أيضا جابر بن عبد الله وأبو واقد الليثي وغيرهما من صحابة رسول الله،
وكان مصرا على رأيه وسائرا إلى مصرعه. سمع يزيد بن معاوية أن الحسين عازم على المسير إلى أهل الكوفة، كتب كتاب في هذه الأثناء إلى ابن عباس يقول في هذا الكتاب: بلغني أن رجال من المشرق جاءوه فمنوه الخلافة، فإن كان فعل فقد قطع وشائج القرابة، وأنت كبير أهل بيتك فكفه عن السعي في الفرقة. كتب إليه ابن عباس: إني لأرجو ألا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه، ولست وادع النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة ويطفئ به الثائرة. في يوم التروية 8 ذي الحجة عام 60 هجري خرج الحسين بن علي بأهله من مكة ومعاه 60 فارسا من أهل الكوفة. خرج الحسين من مكة إلى مصرعه ولم يأخذ بنصيحة المحبين، وصدق الله إذ يقول: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لاحظتم معاي إن كل اللي انصحوا الحسين بعدم الخروج اتفقوا على أمرين اثنين: النهاية راح تكون القتل، وأن أهل العراق راح يتخلون عنه. نكتفي اليوم بهذا القدر، وباكر بإذن الله راح نتكلم عن الأحداث اللي صارت للحسين من خروجه من مكة إلى وصول كربلاء. في أمان الله.